البنات كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو واحد اخر جديد ووصفه جديده اللي هي الحريره المغربيه او الشوربه المغربيه. كتجي بحال هكا يا كترافق بالحلوه الشباكيه وهاد المعادات المغربيه وشويه ديال هذا السفوف او السلو التمر. المهم اللي عجبته الفكره تبع معايا الفيديو حتى الاخر، شوف الطريقه كيفاش كتحضر الشوربه المغربيه او الحريره المغربيه. ايوا تقريبا زلافه ديال الحمص، هاد الزلافه هادي باش نوريها لكم. هاد يعني عبارها هو يعني ديجا مرطب في الماء، يعني الزلافه ديالها نديرو تقريبا شي ربعه ديال الطماطم محكوكين او مفرومين. المهم كندير حنا كلشي مره واحده، هذه الطريقه ديال ماما، كدير كلشي مره واحده. كديري الكرافس تقريبا نرطب الكرافس، حطينا المهم حطينا الكرافس، وهنايا هنا درنا هذه جوج ديال البصلات او البصلتين اثنين، ومع ربطة ديال البقدونس والكزبرة، وهرسناهم هنا طحناهم في هاد الماكينة هادي اليدوية. هاد هذا حتى هي غادي نزيدو على هنايا صافي. كنزيدو هنايا البهارات لي كاينين فيهم زنجبيل، معلقة صغيرة، ومعلقة ديال الفلفل الأسمر أو البزار، ومعلقة ديال الكركم، وملحة على حسب الذوق. متنساوش أنا غنديرو السمن، يعني ديرو الملحة على حسب الذوق، وراعو أن السمن تا هو راه مالح. غادي نزيدوهم حتى هما، غادي نعاودو نزيدو الماء. الماء على حسب الكميه حتى يتغطى هذا باش يطيب الحمص على خاطرو. كنزيدو هنا الماء، حنا زدنا الماء، المهم كافي باش يطيب كيف ليكم الحمص. وغادي نزيدو حتى العدس، وغنزيدو زيت الزيتون. المهم اللي بغى زيت الزيتون بغى زيت المائده بحال زيت الزيتون المفضل، تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، لان كيف ليكم مازال غنديرو السمن. وتقريبا نص كاس ديال العدس ها هو غسلناه منقي ومرسل، دابا غادي نزيدو. وغادي نزيدو طماطم، معجون طماطم هذا اختيار، معجون طماطم هذا اختيار، كاين كيدو تا لاخر كاين كيدو تا الاول. تقريبا غنديرو جوج معالق تا ثلاث معالق، يعني ملعقتين تا ثلاثة الملاعق ديال معجون الطماطم على حسب اللون اللي بغيتي. صافي غادي نردو هادشي كله على النار، نسدو عليه لأن درنا في الحلة اللي هي ديال الضغط. غادي نسدو عليه تقريبا ثلث ساعة. هانتوما البنات، المهم راه مخداش ليا ثلث ساعة، فاش حليت من مورا ثلث ساعة لقيت هذاك الحمص نفسه اللي كنت درت بيه نتلك هذوك الكوارع، لقيتو ما طيبش يعني ما كيستويش بسرعة. زدنا واحد شوية مزال، دخل معنا تقريبا ثلث ساعة واحدة أخرى. وهنايا غنزيدو الماء، غادي نزيدو الماء طايب، ونزيدو الشعرية، شوية ديال الشعرية تقريبا قد داكشي اللي درنا بالعدس. هانتوما زدنا الماء هنايا، غادي نزيدو الشعرية. الشعرية تقريبا هذا قياس تقريبا ثلاثة معالق هكاك صافي. كنزيدو حتى هي صافي. غادي دابا ما غاديش نسدو عليها فهاد الحالة الضغط، غادي غير ما غاديش نسدو عليها كاع بحال الضغط، يعني غنخلو غير بحال هكا، والماء نغطيوها نخلوها تطبخ. ونزيدو ليها هذاك الدقيق، خليط الدقيق لي هو خلطنا، هو هذا خليط الدقيق تيكون دقيق، تنزيدو فيه شويه الماء تنخلطو بحال هكا، تنخلو بحال عجينة ديال البيشاميل، كريمة البيشاميل ولا عجينة البيشاميل. صافي كنزيدو عليه في هاديك، ولكن حتى يطبخ تنزيدو عليه غير بشويه. هاد المرحلة ديال ان شاء الله غير المرحلة تقريبا الأخيرة. هيا صافي بدات كتطبخ، غادي نزيدو فيها هداك الخليط اللي قلنا ديال هاد الدقيق هذا. زدنا فيه جوج معالق تقريبا ديال معجون الطماطم باش يولي هكايا احمر، هذا اختياري.
لان ديك كاين اللي كيبغي الحريره تكون حمراء، وهي اصلا يعني السميه ديالها الحريره الحمراء، انت تكون حمراء بعد معجون الطماطم. فغادي نكبوها الخليط في الحريره ندوروها، وقبل منها قبل ما ندورو اصلا نسينا معلقه ديال السمن اللي قلت لكم، غنديرو معلقه السمن هي اختياري، كان كيبغيها كان كيبغيها. هاد الحريره البنات كاين اللي كيديرها بقطيعات ديال اللحم، اللحم بقطيعه تاع صغيرين، حنا ما بغيناش، بقينا بها غير رقيه، لان نتوما عارفين العيد وكان العيد اللحم كثيره والناس صافي ملوا اللحم، يعني خلينا هكايا ما فيها حتى شي حاجه. صافي لاتي التليفون سمحوا لي غنرجعو التليفون. صافي هنا درنا هاد السمن، دابا غادي نديرو هاد داك الدقيق، حاولوا نديرو بشي باش ما مطشوش، كتنزلو غير بشويه وكنتوما تدورو، يعني كتنزل بشويه بشويه، يعني حبه حبه هكايا وانتوما كدورو. هكا كتولي هاد الشوربه او الحريره المغربيه او الشوربه المغربيه، كتكون هكا ثقيله، يعني هذاك الدقيق هو اللي كيتقلها شويه. وكاين اللي كيدير بلاصه الشعريه كيدير الروز. هكا كتكون الحريره ملي كنزيدو فيها داك الخليط ديال الدقيق او الشوربه، زعما الحريره او الشوربه كتولي ثقيله بحال هكايا. وحاجه واحده اخرى، كاين اللي كيدير بلاصه هذيك الشعريه كيدير الروز، يعني او لسان العصفور لسان الطير زعما، المهم كل واحد حر في هذوك النشويات. صافي هادشي اللي كاين، دابا حنا غنحركوها مزيان حتى يتجانس داك الخليط، وتنقصوا عليها العافيه او النار، تنقصوا عليها النار حتى تولي كيخرجوا منها واحد الفقاعات، تنعرفوها بانها راه صافي راه طابت واجده. وما تنساوش تذوقوا الملح، لا يكون خاصكم الملح ولا هذا. صافي هادشي اللي كاين، هذه هي الحريره المغربيه او الشوربه المغربيه. صافي نتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. ها انتم هادو هما الفقاعات كي اللي كيطلعوا، وكتطلع معهم واحد الرغوه، وفي هاد الاثناء هادي ردوا البال لا يلصق هذاك الخليط لتحت، داك الحمص مع العدس مع الشعريه يلصق لتحت، يعني مره تحركوا. ملي كتجمع هذيك الرغوه اللي كتشوفوا في الوسط تتكبر هنايا، صافي كتعرفوا بان راه صافي راه طابت الحريره او الشوربه المغربيه. وها انتم البنات، هي الحريره او الشوربه المغربيه طابت، حتى نحدها رفقناها بالد شباكيه وشويه ديال السفوف او سلو شويه التمر. هذه عاده مغربيه كدير في رمضان، كدير حتى في اوقات غير رمضان. نتمنى هذا الطبق يعجبكم، ودائما كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم، شكرا لتشجيعاتكم، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.